خوتي الرجاوين خوتاتي الرجاويات، السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو تحليل جديد. هاد المرة غيكون الإجابة على سؤال مهم نكتر مؤخرا، اللي هو علاش ما نشوفوش أيوب نناح صاحب الفينيشين العالي كرأس حربة؟ أولا نشوف بروفايل أيوب نناح انطلاقا من المساحة، واش هو اللاعب اللي كيخلق المساحة أو اللي كيستغل المساحة؟ الإجابة قد تكون سهلة وهي كذلك، أيوب من الصنف الثاني من المهاجمين اللي كيكتشفوا المساحة وكيطلبوا الكرة فيها. هنا غنشوفوا قبل استلام مالونغو الكرة، وفي اللحظة اللي يقرر فيها قلب الدفاع ديال نادي هلال القدس الخروج عند حامل الكرة، أيوب نناح غيوجد المساحة وغينطلق في ظهر قلب الدفاع. وفي الحالة الثانية أيضا غنلاحظوا ميزة نناح وهي البحث الدائم على المساحة وبعد ذلك مهاجمتها. في هذه الحالة غيوجد المساحة بين الظهير وقلب الدفاع بعد تحريك رحيمي لقطعة الدفاع الخصم. وفي الحالة الموالية غنشوف قدرة نناح الكبيرة في تحليل المساحة والتحرك فيها. واش كل هاد انواع المساحة كان غيلقاها ايوب وهو المهاجم الوحيد والمرجعي عند المدافعين ثم امام الكماج الدفاعي ورقابة من طرف الخصوم؟ نمشيو لاخر مباراة لعب ايوب نناح كلاعب رقم 9 مع فريقه السابق الدفاع الحسني الجديدي واللي كان ضد وفاق سطيف، باش نلقاو الجواب. هنا غنشوفو ان ايوب فقد اهم ميزة عنده واللي هي دوران الرأس والبحث ثم تحليل المساحات من اجل الانطلاق فيها، والسبب ان وضعية جسمه لن تسمح له بذلك لانه في 90% من الوقت يكون عاطب ظهره للخصم. ثم السبب الثاني هو انه اصبح مراقب من طرف مدافعين ومرجعية اولى بالنسبة لهم. في هذه الامثلة غنشوفوا ان نناح فقد الرؤية الشاملة للملعب وفقد البحث عن المساحات بين المدافعين. قطعة الموالية غنشوفوا ان الرقابة الفردية المتناوبة على نناح خلته يفقد الخطورة ديالو في البحث عن المساحات، وبالتالي معدله التهديفي غادي يقل. في الأخير نتمنى نكونوا توفقنا في الإجابة على سؤال فني مهم، واللي هو علاش أيوب نناح ما يقدرش يلعب كرأس حربة صريح. شكرا على المشاهدة وإلى فيديو تحليل القادم بحول الله.